مشروع قرار جديد وضع على طاولة الكونغرس الأمريكي وهو موجه بشكل مباشر ضد إيران، وهذا القرار الجديد الذي أتحدث عنه هذه هي الصفحة الأولى من هذا المشروع المهم للغاية. وهذا المشروع أساساً وعرابي هذا المشروع هم من الحزب الجمهوري الأمريكي، وأتحدث هنا عن مارشا بلاكبيرن وهي من الحزب الجمهوري كما تحدثنا، ومن ولاية تينيسي الأمريكية، وكذلك الجمهوري بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا الأمريكية. القرار باختصار شديد جداً هو سيمنع الرئيس الأمريكي بأي شكل من الأشكال من تحقيق أي اتفاقية نووية مع إيران إن لم يتبع الخطوات الآتية. الخطوات هي قطع الاتصال والعلاقات تماماً مع الصين بأي شكل من الأشكال، إن كانت العلاقات مرتبطة بالأمور المالية أو بالاتفاقيات على المستوى الاستراتيجي أو حتى العسكري بأي شكل من الأشكال. يجب أن يتم قطع كل هذه الاتفاقيات، ويجب أن ننتبه بأن هنالك اتفاقية بين الصين وبين إيران مدتها 25 عاماً وقيمتها تصل إلى 400 مليار دولار. اتفاقية هائلة جداً الكونغرس الأمريكي من خلال هذا المشروع يطالب بإلغائها. والسبب الأساسي من هذا الكلام وليس فقط بأن الصين دائما تعتبر منفذا لإيران في عملية الخلاص من العقوبات وغيرها، بل إنهم يرون أن الصين وجدت بوابة ممتازة جدا إلى الشرق الأوسط للوصول إلى العراق والوصول إلى سوريا والسيطرة والهيمنة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك أن هذا القرار هو يبحث على أن إيران عليها أن تقطع جميع علاقاتها بفصائلها المسلحة وأذرعها في المنطقة بأكملها، ومن ضمنها طبعا نتحدث عن حماس. يجب أيضا أن تقطع علاقاتها بحماس بشكل مباشر، ويجب أن لا يكون هنالك تمويلا بأي شكل من الأشكال بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي أيضا نقطع التمويل، نقطع العلاقة مع الصين، والأهم من هذا الأمر هو أن يكون البرنامج النووي الإيراني منتهيا. يجب أن تنهي إيران مسألة برنامجها النووي، وبعد ذلك يستطيع الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة من التوجه إلى الكونغرس الأمريكي من أجل ليس تقديم اتفاقية نووية لا أبدا، بل تقديم الاتفاق مع إيران على المستوى النووي كمعاهدة. وبالتالي الكونغرس الأمريكي هنا عندما تصل المعاهدة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يتم التصويت بثلثي المجلس وليس النصف، ثلثي المجلس يجب أن يصوت على المعاهدة لكي يتم الاتفاق عليها والموافقة عليها. وبالتالي كل شيء من خلال هذا المشروع الذي نتحدث عنه تتم السيطرة عليه من قبل الكونغرس الأمريكي وليس من قبل الرئيس الأمريكي بكل تأكيد. ولكن هل هذا المشروع سيعمل الآن؟ هل هو أصبح مجبرا عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ لا أبدا، فهو جديد كما تحدثنا، وإننا يجب أن نرى مجلس النواب الأمريكي أن يصوت على هذا المشروع، وبعدها يمر إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لكي أيضا يصوتوا عليه، وبعد ذلك سنرى هذا القرار بهذه القوة الكبيرة التي نتحدث عنها. وهذه الظروف القوية ضد إيران والتوجهات القوية ضد إيران هي لا تأتي فقط من قبل الكونغرس الأمريكي لا أبدا، بل من البيت الأبيض أيضا. كان هنالك بيانا قادما يوم أمس أيضا ضد إيران، تحديدا ضد القنبلة النووية وضد أذرع إيران في المنطقة بأكملها، وهذا ما صدر من قبل البيت الأبيض في هذا البيان. وقال التزم المسؤولون بتنسيق جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي وردع الأنشطة الإقليمية العدوانية لها. هذه التصرفات وهذه التوجهات القوية جدا ضد إيران هي تأتي مبنية على عدد من الأمور، تأتي لعدد من الأسباب. أولى هذه الأسباب التي تمت هي كانت في 25 من مايو الماضي من قبل الوول ستريت جورنال بهذا الشكل، التي تحدثت وكشفت لأول مرة بأن هنالك وثائقا تثبت بالدليل القاطع بأن إيران كانت تقوم بعمليات تجسس على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 17 عاما منذ عام 2005. يتحصلون على المعلومات، يرون ما الذي يبحث عنه مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأين يريدون أن يتوجهوا، وبعدها يقوموا بإزاحة الأدلة المتعلقة بالبرنامج النووي. والمثير بعد أيام مما صدر من الوول ستريت جورنال ظهر جزءا كبيرا من هذه الوثائق، وهذا سامبل بسيط أو نموذجا بسيطا من هذه الوثائق التي ترونها بالفارسية مترجمة طبعا باللغة الإنجليزية بهذا الشكل تؤكد هذه المعلومات. بل ما هو خطير في هذا الأمر وعلى ذمة الوول ستريت جورنال وهذه الوثائق بأن السيد علي شامخاني الذي كان أساسا وزيرا للدفاع في عام 2005 هو متورط في هذه المسألة، وهو كان يمتلك هذه الوثائق ويعمل على الأمور الاستخبارية ويدير مسألة إخفاء الأدلة في النشاطات النووية الإيرانية التي كانت تجري في عام 2005 عن مفتشي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية، وهذا الرجل الآن هو الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبالتالي الرجل لا زال مسؤولا في الداخل الإيراني بكل تأكيد. وما زاد الطين بلة وما جعل هذه التوجهات الأمريكية أن تبدو بهذه القوة كما نتحدث في داخل الكونغرس وفي داخل البيت الأبيض، هي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في عملية ضغطها، وتقريرين كانت هي كفيلة بأن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية غاضبة جدا مما يتم مع إيران، وذلك يعود لأسباب مهمة جدا إذا ما اطلعنا على هذه التقارير. فبالإضافة إلى أن المفاوضات النووية الآن متوقفة تماما مع إيران، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولى هذه التقارير المزعجة بالنسبة ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية بل لأوروبا، هي ثلاثة مواقع التي وجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات اليورانيوم ولم تجب عنها إيران بأي شكل من الأشكال. أما التقرير الثاني فهو مرتبط في قضية تخصيب اليورانيوم، هي تحدثت بأن إيران تخصب اليورانيوم بشكل طبيعي وكما هو معروف بنسبة 60%، ولكن المثير بهذا الأمر بأن ما تمتلكه إيران من اليورانيوم الآن هو وصل إلى 43.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ووجدته بأنه قريب جدا من الوصول إلى القنبلة النووية، بل أن هنالك أساسا خبراء للأمور النووية وعلماء النوويين تحدثوا أن هذه الكمية إذا ما تم تخصيبها بنسبة 90% فهي كافية للوصول إلى القنبلة النووية. ولكن ديفيد أولبرايت، هذا الرجل كان هو أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التسعينيات، الرجل كشف أن إيران الآن تمتلك كل مقومات الوصول للقنبلة النووية، وهي وصلت إلى نقطة الوصول إلى القنبلة النووية. المسألة تتطلب ومطلوب من إيران أن تتخذ قرارا في هذه القضية، تمتلك كل عوامل الوصول للقنبلة النووية مباشرة، ليست بحاجة لإنتاج المزيد من الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أو غيرها من هذه التفاصيل. وهذا ما ثبته ديفيد أولبرايت اليوم بتصريح خاص إلى إيران انترناشنال، قال إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي. وهذا كما تحدثنا أزعج الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى درجة أنه جعلهم أن يضغطوا بشكل كبير للغاية على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطلبوا منهم أن يرسلوا توبيخا إلى إيران، أن يوبخوا إيران أنها لا تجيب على كل هذه الأمور التي تحدث على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن يجب أن ننتبه، التوبيخ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشكل قد يبدو طبيعيا ومسألة طبيعية، ولكنه مسألة فيها الكثير من الانزعاج، وممكن أن تحقق الكثير من الانزعاج لإيران مما ينهي أي فرصة للعودة للاتفاقية النووية، وهذا ما هددت منه إيران، قالت أي توبيخ ستدفعون الثمن مباشرة في هذه القضية. وعلى هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن منتبهة لهذه المسألة تماما، إلى درجة أن تسريبا من الأكسيوس كشف أن إدارة بايدن لا تريد هذا التوبيخ أو لا تريد أن يكون هنالك لوما قويا على إيران، وقالت الآتي: شددت الولايات المتحدة على أنها تعتقد أن قرار توجيه لوم أقوى يمكن أن يغلق الباب تماما أمام التوصل إلى اتفاق نووي، وهو أمر لا تريده إدارة بايدن، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لاحظت بشكل واضح أن إيران تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدى أوروبا، إلى درجة أنه بعد الضغط الكبير، بعد ضبط عدد أو ناقلة واحدة فقط من ناقلات إيران، وهي ناقلة روسية كانت تنقل النفط الإيراني مباشرة للحرس الثوري الإيراني، وكما أصبح هو معروفا سيطروا على هذه الناقلتين النفطيتين التي هي طبعا تعتبر يونانية، نقلوها مباشرة وقاموا بسحبها إلى الأراضي الإيرانية مباشرة. لا يعرف أحد أين وصلت هذه الناقلات بالنسبة للحرس الثوري، ولكن هم يتحدون، تأخذون ناقلة سنأخذ ناقلتين. وهذا الأمر طبعا لا زال هو مشتعلا حتى هذه اللحظة، إلى درجة أن تانكر تراكرز هي تابعت هذه الناقلات وأين وصلت هذه الناقلات. وفي حقيقة الأمر إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي فقط لنرى المنطقة التي تقف فيها الآن هذه الناقلات المهمة للغاية بالتوجه بالقمر الصناعي إلى الخليج العربي، هذا هو الخليج العربي وهذه هي جزيرة قشم وهذا هو مضيق هرمز. بالاقتراب من هذه المنطقة الآن قليلا سنلاحظ المناطق تماما التي هي تتواجد فيها هذه الناقلات، بالاقتراب بهذا الاتجاه كما تحدثنا
هذه هي جزيرة قشم وهذه هي جزيرة أخرى تأتي بهذا الاتجاه، وهذا هو بندر عباس، وهذا هو وهذه هي الموانئ، هذا هو ميناء بندر عباس والموانئ الموجودة التي تتواجد فيها الناقلات والسفن وغيرها من هذه التفاصيل، بل إن هنالك حتى قواعد للطائرات المسيرة موجودة في جزيرة قشم تراقب مضيق هرمز بشكل مباشر. هذه الناقلات بحسب تانكر تراكرز وجدوا واحدة من هذه الناقلات التي اختطفت بهذا الاتجاه تقريبا وبهذه النقطة تقريبا بالقرب من هذه الجزيرة التي ترونها بهذا الاتجاه، وبالتالي ناقلات هي تقف الآن بهذا الشكل بحسب توثيق تانكر تراكرز كما تلاحظون الآن بهذا الشكل، وبالتالي هذه هي الناقلات النفطية التي صادرها الحرس الثوري الإيراني ولا زال ملتزما بمصادرتها. هذه هي قشم آيلاند أو جزيرة قشم، وهذه هي جزيرة لاراك التي ترونها بهذا الاتجاه، وبالتالي هذه هي الناقلة الثانية بحسب هذه التوثيقات، ولا أحد يستطيع إنقاذ هذه الناقلات حتى وإن كانت على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأمر ممكن جدا أن يشعل الحرب في أي لحظة من اللحظات، وعلى هذا الأساس التحدي كبير جدا ضد إيران، والسؤال هنا من سيخضع لماذا؟